أعلنت السفارة المصرية في موسكو عن قيامها بالتعاون مع شركة بريزنتيشن سبورت لتخصيص موقع للمشجعين المصريين فان زون في مدينة سان بطرسبرغ، وذلك لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشارت السفارة في بيان إلى أن الموقع المخصص للمشجعين المصريين يحتوي على وسائل ترفيهية بجانب استعراضات فلكلورية مصرية. ولفت البيان إلى أن مواعيد العمل بالموقع من الساعة 12 ظهرا حتى 12 صباحا يوميا على مدار أيام البطولة.